أعزائي طلاب وطالبات سنة أولى إعدادي، ألتقي بكم من جديد. معكم مستر وجدي نبيل، مدرس اللغة الإنجليزية وقناة دروس ببلاش. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الفيديو الثاني على التوالي وشرح الدرسين الثالث والرابع في الوحدة الأولى ماي فاميلي أند مي. الفيديو السابق لده مباشرة كان شرح الدرسين الأول والثاني، وكان الفيديو طويل شوية لأن إحنا اتعرفنا على بعض، شرحت إزاي هنمشي في الفيديوز اللي جاية لغاية ما يخلص المنهج كله إن شاء الله. نبدأ على طول الدرسين الثالث والرابع ونشوف الكلمات. عندي كي فوكابلوري illustrated. illustrated اتفقنا يعني كلمات مصورة. عندي أول حاجة add. add يعني يضيف، ال ed يعني added أضاف، ال v يعني verb. قصة ال verb وال noun وال adv وال adj قلناها في الفيديو اللي فات. عندي conversation. conversation يعني محادثة. عندي بعد كده family member. family member يعني فرد من أفراد الأسرة. عندي country. country يعني دولة. لما أقول لك Egypt is a big country، مصر بلد كبير. عندي orphan. orphan يعني يتيم. orphan اللي احنا بنقول عليه a child with no mother or father، يعني يتيم. عندي بعد كده list. list يعني قائمة، قد تكون shopping list مثلا، يعني قائمة مشتريات. عندي بعد كده mountain. mountain يعني جبل. عندي start. start يعني يبدأ، زي begin. خلي بالك أنا بحاول أقرأ لك الكلمة مرتين. بعد كده عندي shop. shop يعني محل. بعد كده عندي attic. attic يعني زي بنقول عليها الصندرة في البيت، يعني اللي هو بنقول the top room in a house. بعد كده عندي city. city يعني مدينة كبيرة، زي كايرو. كايرو is a big city. بعد كده عندي adventure. adventure يعني مغامرة. adventure اللي بنقول عليها an exciting activity، يعني ايه؟ يعني ايه مغامرة. طبعا احنا بنتابع مع بعض من كتاب المعاصر. نيجي مع بعض نكمل الكلمات الدرس الثالث والرابع. طبعا الاس بي بيج 6 اند 7، يعني الحاجات دي موجودة في كتاب المدرسة الستودنتس بوك صفحة 6 و7، دبليو وي بيج 74. عندي correct. correct يعني يصحح او يصوب. corrected الماضي. خلاص اتفقنا يعني في يعني verb. بعد كده live. live يعني يعيش او يسكن. عندي internet. internet يعني الانترنت او الشبكة العنكبوتية. بعد كده عندي minutes يعني دقائق. عندي communicate. communicate يعني يتواصل. communicate with يتواصل معه. عندي بعد كده how long. how long يعني كم لطول المدة او كم المدة، هنستخدمها في present simple في درس الجرامر ان شاء الله في هذا الفيديو. عندي بعد كده airport. airport يعني مطار. عندي بعد كده الكلمات الخاصة ب lesson 4. عندي really. really يعني حقا. ال adv يعني adverb يعني ظرف. عندي sheep. sheep يعني خروف. sheep يعني ايه؟ يعني خروف. عندي house. house يعني منزل او بيت. عندي one day. ذات يوم adverb يعني ايه؟ ظرف. one day يعني ايه؟ ذات يوم. ال adv يعني adverb. نيجي بعد كده لل conjugation of irregular verbs. طبعا احنا بناخد تصريف الافعال الغير منتظمة. خلي بالك عندك ثلاث خانات هنا، عندك ال present المضارع، عندك ال past الماضي، عندك ال past participle والتصريف التالت. وقلنا نركن الجزئية دي مبدئيا اللي هي مش محتاجينها في سنة أولى، لكن طبعا طلبة اللغات وتجريبي جزئية ال past participle طبعا عارفينها كويس جدا، ولكن احنا مش محتاجينها في ال OL هذا العام. نيجي نقول مع بعض ال present وال past. طبعا الكلمات كل الأفعال دي معادة، كل الأفعال اللي هتعدي عليك عشان أنا أقولها بسرعة خدتها في سنة 6 وسنة 5 وسنة 4 وهكذا. عندك think يعني يفكر أو يعتقد، الماضي بتاعها thought. عندك take يعني يأخذ أو يستغرق، الماضي بتاعها took. عندك fly يعني يطير أو يسافر جوا، الماضي بتاعها فلو. خلي بالك افعال غير منتظمة اي الفعل اللي هو الماضي بتاعه مش بايدي. عندك بعد كده فيل يشعر او يحس، ماضيها فلت. عندك بوت يعني يضع، الماضي بتاعها بوت. خلي بالك قد يكون المضارع هو نفس الحروف بتاعت الماضي ونفس النطق ايضا، يبقى زي بوت زي كات زي شات. البريزنت زي ايه؟ الباست. عندك هير يعني يسمع، هيرد الماضي. خلي بالك هيرد اتش اي اي ار دي مش اي دي. تمام كده نكمل مع بعض حاجه مهمه جدا 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 بنقابلها السنه دي، وهي جزئيه الاكسبريشنز اند بريبوزيشنز.
انا قلت في الفيديو اللي فات ان البريبوزيشنز مهم جدا، كل ما تقابلك جمله فيها بريبوزيشن حط تحتها خط، حط عليها دايره، اعمل هايلايت اي حاجه علشان تعرف ان الحاجه دي مهمه جدا. في حاجات هتقابلنا فيها بريبوزيشنز وفي حاجات هتقابلنا اكسبريشنز، ما علينا مش مشكله. هنقول ات هوم، ات هوم يعني في المنزل، يبقى دي بريبوزيشن. ات هوم يعني في المنزل، لما اقول لك اي لاف ستينج ات هوم، اي لاف ستينج ات هوم، بحب الاقامه في البيت. عندي at the top of، at the top of طبعا هنا في حرفين جر، في قمة. the view is wonderful at the top of the mountain، الفيو المنظر رائع في من قمة الجبل. عندك think of، think of يعني يفكر فيه، ممكن يجي بعدها gerund اللي هو الverb plus ng أو noun. عندي من هنا الجملة بيقول لي try to think of practicing a sport، يعني حاول انك تفكر في ممارسة رياضة. عندك at the end of، at the end of يعني في نهاية، at the end of the road في نهاية الطريق، there is a big restaurant، هناك مطعم كبير. take time to infinitive، ال INF يعني infinitive يستغرق وقت لا، it takes 3 hours بيستغرق 3 ساعات to reach Alexandria للوصول إلى الإسكندرية. عندي take شخص to مكان يعني يأخذ شخص إلى مكان. my father takes me to school every day يعني والدي يأخذني إلى المدرسة كل يوم. عندي بعد كده stay in، طبعا هنا preposition stay in يعني يقيم في. I stayed in a hotel when I was in Hurghada، أنا نزلت أو أقمت في فندق عندما كنت في الغردقة. in order، in order يعني في ترتيب. put the words in order يعني لما كنا في سنة ستة كنا بيقول لك put these words in order يعني أو حط الكلمات دي في ترتيب، يبقى كلمات منفصلة وترتيب عشان تكون جملة مناسبة. عندك بعد كده in summer، in summer يعني في الصيف أو في فصل الصيف. I go to the beach in summer، خلي بالك ممكن نقول in summer أو in the summer، مفيش مشكلة الاتنين صح. تيجي بعد كده live in، live يعني يعيش في مكان. I live in Giza، انت تقول I live in Cairo، I live in Minya، I live in Alexandria وهكذا. عندي بعد كده feel زائد صفة، feel يعني يشعر به أو يحس زائد صفة. she feels happy، خلي بالك الاس دي اس المضارع. she feels happy when she stays with her family، بتحس بسعادة عندما تقيم مع عائلتها. بعد كده عندي live with، live with يعني يعيش مع شخص. I want to live with my brother and sister، أريد أن أعيش مع أخي وأختي. نيجي بعد كده مكملين جزئية الـ expressions and the prepositions. عندي communicate with، communicate with يعني يتواصل مع. she communicates، خلي بالك اس دي عشان الـ present simple هناخده بعد شوية. she communicates with the deaf in sign language، بتتواصل أو تتعامل مع الدف الصم in sign language بلغة الإشارة. بعد كده come home، come home ده expression يعتبر يصل للمنزل، يصل للمنزل أو يصل إلى المنزل. when my father comes home we will have lunch، عندما يأتي والدي سوف نتناول وجبة الغداء. بعد كده away from، away from يعني بعيدا عن. Sammy went away from his town يعني ذهب بعيدا عن مدينتي الصغيرة. be right to plus infinitive، be هنا يعني verb to be، verb to be يعني am أو is أو are سواء في ال present or the past. the teacher was right to punish the lazy student، يعني المدرس كان محقا، كان على حق عندما عاقب ال lazy student الطالب المهمل أو المتكاسل. عندي بعد كده a lot of or lots of كثير من، خلي بالك سواء a lot of or lots of يأتي بعدها اسم مفرد لا يعد أو اسم جمع يعد، ودي مش قصتنا دلوقتي، هتبقى جزئية جرامر بعدين. there are a lot of or lots of things to do، هناك كثير من الأشياء أن نفعلها. عندي بعد كده talk on the phone، talk on the phone يعني أتحدث في الهاتف. I talk on the phone for a short time يعني بتكلم في تليفون لفترة قصيرة، لوقت قصير. I talk on the phone for a short time. بعد كده compare with، compare space with يعني يقارن، بيبقى فيه كلام. بعد كده با، can you compare this book with mine، يعني ممكن تقارن الكتاب ده with mine، with mine يعني with my book، يعني تقارن هذا الكتاب بكتابي أنا.
بعد كده ننتقل لجزئية التدريبات exercise on vocabulary. طبعا احنا بناخد جزئية الفوكابولري للprepositions والexpressions وبعد كده بناخد تدريبات وبعد كده ناخد جزئية الجرامر وبعدين عليها تدريبات. Choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا بيكون 10 جمل بيجي لك اخر السنة عليهم 10 درجات، طبعا بيبقى 7 vocabulary و3 grammar. بعد كده عندي السؤال الأولاني: A child who doesn't have a father or mother is called A or an. الطفل الذي ليس لديه أب أو أم is called، احنا قلنا يتيم، خلي بالك هنا عندي member، عندي organ، organ يعني عضو في من أعضاء الجسم، عندي orphan يعني يتيم، عندي cousin يعني ابن عم أو ابن عمة أو بنت عم أو بنت خالة، طبعا خدنا قبل كده لا ثماني معاني مختلفة، يبقى هنا orphan، orphan يعني إيه؟ يتيم. عندي number two: your parents, brothers and sisters are called your family. يبقى الوالدين والأخوة والأخوات are called، دول بنسميهم family friends, family members, family cousins, family orphans، بتبقى طبعا سهلة جدا family members. نيجي بعد كده number three: a place with lots of houses and shops like Cairo is called A. طبعا طالما هنا في كايرو يبقى دي مدينة، خلي بالك عندك village يعني قرية، country يعني بلد، continent يعني قارة، city يعني مدينة، يبقى طالما فيها كايرو يبقى هي city. بعد كده عندي when you space 5 and 7, 5 5 7 7 you will get 12 12، يبقى دي عملية addition عملية إضافة، يبقى when you take add give think، طبعا سهلة جدا when you add. تيجي بعد كده number 5: space stories are exciting and dangerous. Are exciting and dangerous, comedy, romantic, adventure, funny. احنا لما عرفنا كلمة adventure من شوية قلنا ان كلمة adventure an exciting activity. An exciting activity يبقى هنا ايه؟ adventure stories. بعد كده عندي number 6: A or an is the top room in a house. برضو لما كنا عرفنا الاتيك، اتيك اللي هي ايه؟ الصندرة، قلنا الاتيك دي is the top room in a house. نكمل مع بعض الأسئلة الخاصة بالكلمات. عندي طبعا W B اللي هو الورك بوك. عندي A or N is very high، إيه الحاجة المرتفعة جدا؟ عندي list، عندي menu، عندي mountain، عندي adventure. طبعا الكلمات خلاص اتعرفت، يبقى هنا عندي list قائمة، menu، عندي mountain، عندي adventure، يبقى طبعا سهل جدا نقول mountain. عندي بعد كده farmers، farmers get، المزارعون، الفلاحون، get space from goats، يحصل على ايه من الجوتس المعيز. عندي bread، عندي meat، عندي rice، عندي eggs، طبعا سهلة جدا دي meat. نيجي بعد كده المعاصر exercise، تدريبات كتاب المعاصر احنا شغالين منه. عندي number 9: French people live in، الفرنسيون او الشعب الفرنسي، الناس الفرنسا ده الفرنسيون يعيشون، ليفين. عندك موروكو، المغرب، ايجيبت، مصر، عندك فرانس، فرنسا، عندك عمان، طبعا طالما عندي فرنش هنا يبقى هنا فرانس. تيجي بعد كده نمبر 10: we always have a or an space with our teacher about studying English. طبعا دايما بيبقى لدينا ايه، معانا ايه، عندنا ايه، ان A or N مع المدرس بتاعنا about studying، عن المذاكرة English. طبعا conversation، عندك fight، عندك interview، عندك match، طبعا سهلة جدا conversation، محادثة يعني بنتحدث يعني have a conversation. بعد كده number 11: Egypt is a big space in Africa. طبعا مصر بلد كبير في أفريقيا، عندك city مدينة، عندك country بلد، عندك village قرية، عندك mountain جبل، طبعا Egypt is a big country in Africa. نيجي بعد كده للحاجة المهمة جدا، جزئية الجرامر. ولما أقول لك جرامر عندك the present simple tense يعني زمن المضارع البسيط، أخدته من تانية ابتدائي، يمكن من أولى ابتدائي لغاية هذه اللحظة، يعني درست ال present simple أكثر من مرة، يعني الكلام لما أتكلم بسرعة شوية ما تستغربش، لأن الكلام اللي أنا أقوله سهل جدا، الحاجات اللي أنا أحس إن إحنا اللي مش هتفهمها بالقدر الكافي هتوقف عندها. عندي the present simple tense زمن المضارع البسيط، عندي الفورم، اشوف الفورم التكوين بتاعه ايه. عندي اولا الجملة الخبرية او الجمل الخبرية المثبتة، عندي فاعل يليه فعل، خلي بالك قد يكون الفاعل I, they, we, you، عندي فعل،
في المصدر انا افترض ان انا عندي كلمة او verb play. play يعني يلعب. لما اقول I play، خلي بالك infinitive يعني مصدر الفعل، المصدر يعني بدون اي اضافات ساده من غير زياده، زي ما بنقول لما اقول I play، they play، we play، you play، او اي فعل جمع play. اما اذا كان الفعل هي او شي او ات، تمام كده، يبقى حط الانفينيتيف بلس اس او اي اس او اي اس. هنيجي للجزئيه اس اي اس اي اس في الشريحه اللي بعد دي مباشره. ولكن لما نقول مثلا مع play، انا افترض انها play هنا، يبقى اقول هي بلايز، شي بلايز، ات بلايز. تمام كده. الجمل بتاع الجزئيتين دول، اشوف الجمل بتاع الجزء الاولاني لما اقول لك وي يوجوالي بلاي تنس اون فرايداي، وي يوجوالي بلاي تنس اون فرايداي، يعني عاده بنلعب تنس اون فرايداي. عندي جمله ثانيه ماي جراند بيرنتس سام تايمز يوز اي كمبيوتر، يعني ماي جراند بيرنتس اللي هو اجدادي يبقى سام تايمز احيانا يستخدمون الكمبيوتر. انا هنا عندي بلاي وهنا عندي ايه يوز. عندي بعد كده الجزئيه اللي فيها اس او اس، عند رودينا او علي سام تايمز ليسنز. خلي بالك انا ما قلتش رودينا اند علي، لان كان هيبقوا اتنين، هيبقوا ذي كانت هتبقى ليسن، لكن رودينا سواء كانت شي، علي اذا كان هي، بقول سام تايمز ليسنز، اضفت اس للفيرب ليسن تو ذا راديو. نيجي بعد كده الملاحظات الخاصة بالبريزنت سيمبل. لاحظ ان رقم واحد عندي يضاف للفعل اس مع الفعل المفرد هي او شي او ات، زي ما انا قلت من شوية play هتبقى plays، مروة دي كأنها شي. لما اقول لك مروة usually plays tennis on Friday. عندي بعد كده اضيف اي اس، خلي بالك اذا كان الفاعل المفرد هي او شي، هي او شي او ات، اذا كان منتهيا ب، عندي اس اس او سي اتش او اس اتش او 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 اكس، يعني ماي براذر اوفن اوفن واتشز، خلي بالك هنا كانت واتش، اضفت اي اس علشان الفعل منتهي بسي اتش، يبقى ماي براذر اوفن واتشز تي في افتر لانش. لو ده هنا بالسي اتش مثلا، لو فعل منتهي باس اس زي باس يبقى باسز، عندي اس اتش زي واش، عندي او زي جو تبقى جوز، عندي اكس زي فيكس تبقى فيكسز. نيجي بعد كده يضاف اي اي اس مع الفاعل المفرد الغائب، برضو ما زلنا مع هي وشي وات، اذا كان منتهيا بواي مسبوق بحرف ساكن، بواي مسبوق بحرف ساكن. ابرز الافعال دي ستادي، خلي بالك ستادي اس تي يو دي واي، اذا كان الفعل ستادي اس تي يو دي اس تي يو دي واي، اذا كان الفعل هي او شي او ات تبقى ستاديز، اذا كان ستادي اس تي اس تي يو دي واي منتهي بواي قبليه دي حرف ساكن، تقلب الواي الى اي ثم نضيف اي اي اس، يبقى امل اللي هي كانها شي، امل always studies hard for her exams. طيب نيجي لحاجة مهمة جدا، بنقول ان احنا بنستخدم verb to be برضو في ال present simple. verb to be في ال present simple عندي تلات حاجات، لما تشوف be يعني verb to be، verb to be في ال present am او is او are. طبعا am و is و are مش محتاج اقول لك ان am و is و are، am تاخد ايه، is تاخد ايه، are تاخد ايه، الكلام ده مش لأولى اعدادي، خلي بالك ركز. نقول I تبقى I am، he او she او it يبقى ايه is، اما اذا كانت we you they فاعل جمع يبقى ايه are. طبعا الـ am اختصار apostrophe m، الـ is apostrophe s، الـ are apostrophe re، ده verb to be. زي ما هو في verb to be ممكن يكون في ال present simple، ممكن يكون verb to have في ال present simple برضو. عندي verb to have سهل قوي، verb to have هيبقى has or have، has or have. عندك has ثلاث حروف هتروح مع ثلاث ضمائر he وshe وit، يبقى he has she has it has. have اربع حروف بتروح مع اربعة I you we they، يبقى اربعة يروحوا مع الاربعة، التلاتة مع التلاتة، يبقى تقول I have you have they have we have. اتفقنا كده. عندي الكيوردز الكلمات الدالة، الكلمات الدالة يعني ايه، يعني الكلمة دي لما تبقى موجودة في الجملة اعرف ان انا بشتغل على الـ present simple. عندي كلمات always دائما، usually عادة often غالبا، عن sometimes يعني احيانا، never يعني ايه ابدا.
لاحظ الحاجات دي، لاحظ ان ظرف التكرار، ظروف التكرار السابقه تسبق الفعل الاساسي في الجمله. يبقى خلي بالك لو هنا فعل اساسي يبقى الظرف التكرار يسبقه. لما اقول she usually gets up early ما قلتش انا she gets up usually early. يبقى اذا كان هناك فعلا اساسيا زي get up، خلينا في get up يعني، يبقى اذا كان فعلا اساسيا يبقى usually قبله او sometimes قبله او always قبله او never قبله وهكذا. يبقى she usually gets up early. خلي بالك ظرف التكرار اذا كان في verb to be يجي بعده. اذا كان في الجمله verb to be، verb to be يعني ايه يا مستر وجدي؟ ام او از او ار. اقول لك she is usually، يبقى ظرف التكرار يجي بعد verb to be اذا كان verb to be موجود في الجمله. يعني هنا اقول she is usually late for school، ما ينفعش اقول she usually is. اذا كان هناك verb to be يسبق الكلمه الداله، تمام كده؟ يبقى she is usually late for school. عندي دي جزئيه اولى، جزئيه ثانيه، جزئيه ثالثه. ظرف التكرار every زائد مده، ممكن اقول لك every day every week every month. ممكن اقول لك يبقى ياتي في اول الجمله او نهايتها. ممكن اقول لك every day I go to school، ممكن اقول I go to school every day، مفيش مشكله. عندي بعد كده، عندي السؤال ظرف التكرار خدتها في سنه سته قبل كده. ظرف التكرار او كم عدد المرات بستخدم how often. how often، خلي بالك بقول how often do او does. امتى do امتى does؟ how often اذا كانت do او does. يبقى do اذا كان الفاعل I we you they، how often does اذا كان الفاعل he او she او it. عندي how often do you play football، يعني كم عدد المرات اللي بتلعب فيها كرة قدم. هنا لما نيجي نجاوب بنستخدم احد ظروف التكرار. ممكن تقول I always، I usually، I often، I sometimes، I never. ممكن تقول I never لو ما تلعبش خالص. هنا بتقول I usually play football، انا عادة بلعب كورة. I ممكن تقول I play football once a week or twice a week. once a week يعني مرة في الاسبوع، twice a week يعني مرتين في الاسبوع وهكذا. يبقى ممكن في الإجابة بقى how often بتستخدم أحد ظروف التكرار أو ذكر عدد المرات، تمام كده؟ طيب عندي جزئية مهمة جدا برضو هنا اللي هي النيجاتيف. نيجاتيف يعني النفي، نيجاتيف ستيتمنتس الجملة الخبرية المنفية. هما كلمتين هيتقالوا، عندي النفي don't أو doesn't. سواء كان don't أو doesn't يأتي بعدها الفعل فين؟ الفعل في المصدر. الفعل في المصدر سيادة من غير زيادة. ننفي بdon't في حالة إذا كان الفاعل I we you they، وننفي بdoesn't إذا كان هي أو شي أو إت. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده مش جديد عليك. يبقى هنا ممكن تقول I don't get up at 6 o'clock on Friday. I don't get up، خلي بالك don't يأتي بعدها الفعل في المصدر. بعد كده خلي بالك doesn't إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت، doesn't يأتي بعدها في الفعل في المصدر. هنا نشوف he doesn't play football every Thursday. he doesn't play، خلي بالك انا قلت he doesn't play مش doesn't plays، لان دي جمله منفيه every Thursday. بعد كده في حاله وجود never نستخدم في النفي ما عدم حذف الاس مع المفرد الغائب اذا كان هي او شي او ات. يعني تقول the bus never stops. خلي بالك في وجود never يبقى لا تحذف الاس او الاي اس. تقول the bus never stops near my house. او لو انت عاوز تنفيها بشكل اخر ممكن تقول the bus doesn't stop. ممكن تقول the bus doesn't stop near my house. يبقى الستراكشر بتاع النفي بتاع الجمله دي ممكن لو انا عاوز انفيها تقول the bus never stops near my house او the bus doesn't stop near my house. نيجي بعد كده السؤال بهل. السؤال بهل يعني عندي بدو او does، yes or no questions. عندي بدو او does، هما كلمتين هنقولهم برضو. دو اذا كان الفاعل I we you they او فاعل جمع بنقول دو. يعني لما اقول لك مثلا do you speak English، خلي بالك انا سألتك بدو تجاوب بدو، لما اسألك بdoes جاوب بdoes، عشان كل ده هيجي في تدريبات بعد شوية. do you speak English، yes I do في الاجابة في حالة الاثبات، no I don't في حالة الاجابة المنفية. نيجي لdoes، اذا does هي اسال بdoes، كله ده بمعنى هل. خلي بالك يبقى does he she it، does he او she او it برضه هتعامل مع المصدر. خلي بالك يبقى النفي والاستفهام، النفي والسؤال
النفي والاستفهام بتعامل مع المصدر. ركز في الجزئية دي. Does she cook well? Does she cook well؟ عندي does، عندي الفاعل، عندي cook. خلي بالك مش علشان she تحط لي اس، لا ده سؤال. في السؤال بتعامل مع المصدر، في النفي بتعامل مع المصدر. Does she cook well؟ طبعا انا سألت بداز هجاوب بداز or doesn't. لو في اجابة مثبتة يبقى yes she does، لو اجابة منفية no she doesn't. خلي بالك لاحظ، لاحظ ان حذف حرف الاس، حذف حرف الاس من الفعل عند السؤال بداز. نيجي بعد كده، قد يكون السؤال عندي بكلمة استفهام. كلمة استفهام زي ايه؟ زي what، زي where، زي when، وهكذا. لما اقول لك كلمة الاستفهام موجودة عندي، عندي دو او داز، خلاص دلوقتي انت دو وداز دي مش محتاج نتكلم فيها. دو اذا كان الفعل اي وي يو ذي المصدر، وبعد كده الكلمة الاستفهام داز اذا كان الفعل هي او شي او ات والمصدر ايضا. لما اقول لك وات دو يو ستدي، ماذا تذاكر؟ وير داز شي جو، وير داز شي جو، انا قلت دو عشان يو، هنا داز عشان شي. نيجي بعد كده آخر حاجة، خلاصة الكلام، بنقول إن بستخدم المضارع البسيط للتعبير عن إيه؟ حقائق ثابتة. زي إيه؟ بنقول عليها فاكتس، زي حقائق علمية، فيزيائية، قوانين، حقائق مرتبطة بالكون أو الطبيعة. لما هنا أقول the sun always rises in the east، الشمس دائما تشرق من الشرق، خلي بالك دي حقائق، الحقيقة بنستخدم فيها الـ present simple. يبقى هنا the sun always rises، خلي بالك ما ينفعش تقول rises always، تمام كده؟ إذا كان هناك فعلا أساسيا يبقى يأتي الظرف التكرار قبله. بعد كده عندي رقم 2، عادات أو أحداث متكررة، habits or repeated actions. مها gets up early every day، عندي she usually goes to school on Friday on foot sorry، عندي he often plays، خلي بالك مها هنا الاس، هنا she usually goes، هنا he often plays، خلي بالك منها الاس او اس، بالاضافة ان دي عادات واحداث متكررة. نيجي بعد كده للتدريبات الخاصة بالجرامر، وندخل في التدريبات. exercises on language، choose the correct answer from A B C or D. طبعا بيجي لك 10 جمل تشوز في اخر السنة، بيبقى سبع كلمات، سبع جمل منهم خاصين بالفوكاب وثلاث جمل خاصين بالجرامر. ما تقولش جرامر ثلاثة قليلين ليه، لا هيجي سؤال كامل خاص بالجرامر هنقول لك عليه دلوقتي. عندك نمبر 1، I don't space to music، خلي بالك المسافة دي بنقولها space، I don't space to music، يبقى I don't يأتي بعدها فعل في المصدر، listens listen listening listen، طبعا اي دي لا، ان جي لا، listen يبقى الفعل في المصدر سادة من غير زيادة، يبقى I don't listen. عندك نمبر 2، how does Sammy space when his dad is at home، طبعا خلي بالك في السؤال بتعامل مع المصدر، في السؤال والنفي بتعامل مع المصدر، ركز في الجزئية دي. How does Sammy، يبقى أنا استخدم المصدر، يبقى مش استخدم دي ولا دي ولا دي، ولا استخدم feels ولا felt ولا feeling، يبقى How does Sammy feel. بعد كده number 3، Hani loves basketball، he space it every day، هاني بيحب الباسكتبول، هو بيلعب كل يوم، يبقى هي او شي او ات في البريزنت سامبل اس او اي اس، يبقى مش هنستخدم playing، مش هنستخدم played عشان ماضي، يا اما نستخدم play يا اما plays، طبعا هي وشي وات يبقى ياخد ايه plays، يبقى هي plays. بعد كده نبيله، نبيله كانها شي space like cooking، هنا doesn't isn't doesn't wasn't، طبعا دي منفيه، نفي البريزنت سامبل ب doesn't or don't، doesn't or don't، يبقى انا هستبعد مبدئيا isn't wasn't، يبقى doesn't or don't. نبيله كانها شي، يبقى هي او شي بننفيها ب doesn't. نيجي بعد كده نمبر 5، he space shopping every week، he space shopping every week، عندي هنا go، عندي goes، عندي going، عندي gone، طبعا every week كلمات دالة على present simple، طبعا دي ing لا، التصريف الثالث لا، يبقى go or goes، he او she او it، يبقى هنا goes، لان هنا هي الفاعل هي، اذا كان هي او she او it يبقى goes، اذا كان I او we او you او they تبقى ايه go. نيجي بعد كده للتدريب الثاني، read and correct the underlined word، دي في اخر السنة هيجي لك سؤال اربع جمل، خلي بالك اربع جمل خاصين بالجرامر، يبقى هناك كان ثلاثة في choose واربعة هنا، يبقى سبع درجات الخاص، الجزء الخاص بالجرامر.
طبعا دي تدريبات من كتاب الطالب والتدريبات والامتحانات السابقة. نمبر 1 she don't like fish. ازاي she don't, she don't, she don't, ازاي ما يعجبنيش الكلام ده خالص؟ يبقى هي وشي وات, والنفي المضارع البسيط يبقى she doesn't. خلي بالك ما ينفعش don't يبقى doesn't, دي او اي اس ان ابوستروفي تي. خلي بالك دلوقتي الخط مش قد كده لان انا بكتب بالماوس. بعد كده نمبر 2 سلمى بلايز اولويز باسكت بول. خلي بالك انا قلت لك ايه, لما يكون فعل اساسي, لما يكون هناك فعل اساسي الكلمه الداله تسبقه, الكلمه الداله تسبقه, يبقى ينفع اقول سلمى بلايز اولويز باسكت بول. يبقى الصح ان انا اقول سلمى اولويز بلايز باسكت بول. يبقى تصويب هذه الجمله ان انا ابدلهم, والصواب هو يبقى سلمى اولويز بلايز باسكت بول. نيجي بعد كده نمبر 3 I plays the drums. I plays, ازاي I معاه S يا مستر وجدي؟ I we you they بدون S, لكن اللي معاه S او ES هي he وشي وإت, يبقى الحل دي I play. يبقى الصح كده ان احنا هنعزف الاس هنا, يبقى I play the drums. عندي بعد كده نمبر 4 Maher always do a voluntary work at hospital. خلي بالك Maher كأنه he او she او it, وعندك always يبقى الفعل فيه اس او اس, زي ما قلنا جو تبقى جو, جو تبقى جوز, يبقى عندك هنا دو هتبقى ايه بالظبط كده, هتبقى ايه داز. يبقى ماهر اولويز داز فولنتري ورك ات هوسبيتال. بعد كده تدريبات المعاصر, كتاب المعاصر, عندك نمبر 5 they writes english well. they writes english well, ازاي they مع writes, انا اعرف I, we, you, they بدون S او ES, يبقى هنا they write English very well or they write English well. عندي بعد كده do you like reading, خلي بالك انا سألتك بدو يبقى تجاوب بدو. do you like reading, yes I am, ازاي yes I am, انا سألتك بدو يبقى yes I do, ولو كانت no كنت هتقول لي no I don't. بعد كده نمبر 7 he usually play football. he usually play, خلي بالك ازاي he مع play, يبقى بالظبط كده هضيف اس او اس, طبعا play هتبقى plays. بعد كده نمبر 8 اخر جمله where do your father work. خلي بالك انا حليتها من غير ما اخد لبالي, لان هنا where do, ازاي do مع your father, your father دي كانها he, يبقى كانها هي, يبقى ازاي هقول وير دو هي, يبقى طالما هنا هي يبقى وير داز, وير ايه, وير داز يور فاذر ورك. تمام كده, اتمنى يكون الشرح عجبكم. ده شرح الدرسين الثالث والرابع, نلتقي ان شاء الله الفيديو القادم شرح الدرسين الخامس والسادس. لو انت مشترك في القناة معانا تأكد انك فعل زر الجرس, ولو بتشوفنا لأول مرة وعجبك الفيديو ياريت تضغط لايك واشترك معانا في القناة ليصلك كل جديد. ومش عايز اقول لك كمان انك لازم تشترك معانا في جروب اولى اعدادي دروس ببلاش كل المواد, ده الجروب ده على الفيسبوك, واسيب لك الرابط في صندوق الوصف, في جميع المواد, جميع المدرسين بيشتركوا لخدمتكم. مع تحياتي, my best wishes, مستر وجدي نبيل.